طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من موقع الصحوة نت: العثور على أطفال اختفوا منذ أيام في معسكر للحوثيين بإبدا. ومن موقع المصدر أونلاين: وفاة طبيب أجنبي بأحد سجون الحوثيين بعد 4 أيام من اختطافه. وفي الأخبار المنوعة: طهران تنوي إرسال سفن حربية إلى قرب المياه الإقليمية الأمريكية. أهلا بكم. لا يوجد إحصاء دقيق لمن ماتوا تحت وطأة تعذيب ميليشيا الحوثي. الجدير في الأمر أو الجديد أن هناك أجانب تعتقله ميليشيا الحوثي للمقايضة، لكن أحدهم توفي في المعتقل وفقا لموقع المصدر أونلاين. وفاة طبيب أجنبي بأحد سجون الحوثيين في إب بعد 4 أيام من اختطافه. وقال الموقع نقلا عن مصدر طبي: توفي طبيب أوزبكي الجنسية في أحد السجون التابعة للحوثيين بمحافظة إب. وأفاد المصدر أن طبيب العظام الأوزبكي ذا 55 عاما توفي في سجن تابع للحوثيين في مديرية يريم شمالية محافظة إب. وكان الحوثيون قد خطفوا الطبيب يوم الثلاثاء الماضي مع طبيب تاجيكي ومواطن يمني إثر اقتحام سكنهم المجاور لمركز ساري الطبي بمدينة يريم أثناء احتفال الآخرين برأس السنة الميلادية. وفقا للموقع، فقد تعرض الطبيب لعمليات تعذيب نفسية وجسدية من قبل الحوثيين. ظل منزل الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض واحدا من أبرز رموز المظالم التي رفعها الحراك الجنوبي منذ انطلاقته الأولى كإشارة على عمليات النهب والمصادرة التي تعرض لها جنوب اليمن عقب حرب صيف عام 1994. يتساءل موقع عدن الغد: لماذا لا يعاد منزل علي سالم البيض حتى اليوم؟ يقول الموقع: رغم تحرير مدينة عدن من قبضة قوات تابعة للحوثيين وهروب أطراف كانت تسيطر على المنزل، لأنه لم يعد لأسرة البيض حتى اليوم. يفيد الموقع: سيطر مقاتلون أطلقوا على أنفسهم قادة مقاومة على المنزل عقب انتهاء الحرب ولا يزالون فيه حتى الآن. يقول الموقع أيضا إن الطريف في الأمر أن جهات سياسية ظلت لسنوات طويلة ترفع قضية منزل البيض كقضية سياسية، لكنها اليوم باتت تشارك اليوم في عملية السيطرة عليه. أبقت ميليشيا الحوثي 4 أطفال لساعات في مطار صنعاء إلى أن وصل المبعوث الأممي إلى المطار، فأخذوا يعرضون أمامه الأطفال 4 المصابين بالسرطان. هؤلاء الأطفال كانوا مصابين بالسرطان قبل أسابيع حين أتت طائرة لحمل المرضى، لكن الميليشيا لا تريدهم أن يسافروا للعلاج، هي تريد العلاج لمقاتليها ليعودوا للحرب. أما الأطفال فتعرضهم بالمطار ثم تعيدهم لينتظروا الموت. وقد ركز الكاتب يحيى الثلاية على هذه القضية وأضاف في مقال نشره المصدر أونلاين: في مطار صنعاء كان الحوثيون في استقبال مارتن جريفيث المبعوث الأممي لليمن، ومعهم 4 من أطفال اليمن يعانون من مرض السرطان. استخدمهم الحوثي أمام المسؤول الأممي بطريقة بشعة وانتهاك سافر لحقوق الطفولة ولخصوصيات المرضى. لا شيء يشبه الحوثي في متاجرته بأوجاع ومعاناة اليمنيين، ولم يعرف العالم عدوانا ولا طغيانا يصنع الوجع بإصرار وقصد ثم يستثمر صراخ ضحاياه كما فعل الحوثي بحق الشعب اليمني. الأطفال الذين عرضهم الحوثي الليلة في مطار صنعاء هم نموذج صارخ لما يصنعه الحوثيون بكل شيء وقع تحت سيطرتهم. هؤلاء الأطفال بحاجة للعلاج والراحة وتحقيق أمنهم الصحي والمعيشي وسط عائلاتهم أو في مراكز خاصة بعلاج سرطان الأطفال، لكن الحوثي انتزعهم من وسط منازلهم أو مستشفياتهم وراح يمارس النخاسة بطفولتهم ووجعهم أمام الأجانب. لا يهمه وجعهم ولا يبحث عن علاجهم، بل يريد إخفاء قبحه ولصوصيته خلف أطفال أصيبوا بالسرطان. لو كان الحوثي مهتما بعلاج أطفالنا الذين جلب لهم السرطان لكان قد سمح بسفرهم للعلاج على متن الطائرات الأممية التي اشترط توفيرها قبل مشاورات السويد لنقل جرحاه المجرمين. من أحال صنعاء ومحافظات بأكملها إلى سجون لا يهمه فتح مطار ولا ميناء،
من يفتح جمارك ونقاطا شطرية في إب ودمار والجوف وعمران لن يكون حريصا على حياة أحد، وإنما يريد الهروب من البلاد أو التلاعب بالوقت. اليمنيون جميعا هم أحوج إلى فتح مطار صنعاء وكل مطارات البلاد وميناء الحديدة وطرقات تعز والحديدة والجوف وعمران والبيضاء. هم بحاجة ملحة لفتح المعتقلات الخاصة وكذا السجون الجماعية في المدن. لأيام ظل أهال في مدينة إب يبحثون عن طفلين اختفيا فجأة، واعتقدت أسرتا الطفلين أن مكروها أصابهم، وبعد بحث طويل تم العثور عليهما، ولكن أين؟ يقول موقع الصحونت: بعد أيام من اختفائهم الأهالي يستعيدون طفلين من أحد مراكز تدريب الحوثيين في إب. وقالت مصادر محلية للموقع أن أهالي الطفلين تمكنوا من استعادتهم بعد أيام من استدراجهم دون علم ذويهم بمديرية القفر شمال محافظة إب. المصادر أكدت أن ميليشيات الحوثي استدرجت الطفلين قبل أن ينتبها أو ينتهيا من اختبارات آخر مادة في الصف السادس الابتدائي بمدرسة محمد عزيز البرح بمديرية القفر، والذين لم يتجاوز أعمارهما 11 ربيعا. وعثر الأهالي على طفلين بأحد مراكز التعبية والتدريب الحوثية والتي تعمل في استقطاب الأطفال لتأهيلهم عسكريا وفكريا تمهيدا لزجهم في الخطوط الأمامية بمحارق الموت. ويتابع الموقع: تأتي هذه الحادثة بعد نجاح عمليات مماثلة تمكن فيها عدد من الآباء من استعادة أبنائهم عقب استدراجهم من قبل ميليشيا الحوثي. لا توجد مدينة في مأمن من حصار ميليشيا الحوثي سواء كانت تحت سيطرتهم أو خارج مناطق سيطرتهم، ويعنون موقع الحرف 28. الحوثيون يحتجزون 72 شاحنة إغاثية كانت متجهة إلى محافظة إب. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي احتجزت الشاحنات الإغاثية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في نقطة الدليل بينما كانت متجهة إلى محافظة إب. وقال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح إن الحوثيين يقومون بعمل ممنهج ضد العملية الإغاثية في اليمن، وتهدف من خلاله لتجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط الحقوق المتمثلة في منع وصول المستحقات الإغاثية للمحتاجين. وحمل فتح الميليشيات الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي أو الكارثة الغذائية الإنسانية التي قد تحدث للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الإغاثية المحتجزة. إسرائيل في غضب وخيبة أمل، تحت هذا العنوان كتبت رندا حيدر مقالها في صحيفة العرب الجديد. على الرغم من تصريحات الرسميين الإسرائيليين بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا جاء بمعرفة منهم وبعد التنسيق معهم، فإن التحليلات والتعليقات الإسرائيلية منذ صدور القرار تظهر العكس وتكشف الحيرة وخيبة الأمل والغضب المكبوت حيال الخطوة المفاجئة التي بعكس مواقف سابقة لترامب يعتبرونها مدروسة وبعيدة المدى، وتعبر عن تغير حقيقي في الاستراتيجية الأمريكية وفقدان الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط. مشكلة إسرائيل الفعلية تكمن في انعكاسات هذه الخطوة على أمرين أساسيين: حربها ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا، وحرية عملها العسكري في الأجواء السورية واللبنانية بعد القيود التي فرضها الروس على سلاح الجو الإسرائيلي في أعقاب إسقاط طائرة الاستخبارات الروسية بصاروخ سوري. تدرك إسرائيل مثل سائر دول المنطقة أن خروج القوات الأمريكية من سوريا يجعل الملف السوري برمته في يد روسيا، ويزيد من قدرة الأخيرة على فرض مواقفها وربما تشديد القيود المفروضة على أي تحرك جوي إسرائيلي في الأجواء السورية، وليس مستبعداً أن تشمل هذه القيود الأجواء اللبنانية أيضاً. تتعلم إسرائيل من حسابها الخاص ثمن التعامل مع رئيس أمريكي هو رجل أعمال بنى ثروته من تجارة العقارات والصفقات التجارية ولا يفقه شيئاً في التاريخ السياسي، وليس لديه أيديولوجيا فكرية أو رؤية معينة بل فقط أجندة اقتصادية، وفي ظل تحكم المصالح المالية والاقتصادية فقط في سياسات هذا الرئيس لا يستبعد الإسرائيليون مجيء يوم يرى فيه ترامب فائدة اقتصادية
من التعامل مجددا مع إيران ويرفع العقوبات الاقتصادية عنها، ويترك إسرائيل فعلا في مواجهة الوحش الذي خلقته بنفسها وسمته الخطر النووي الإيراني. في جولتنا بين الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لو بوان الفرنسية احتمالية مقتل العقل المدبر للهجوم على المدمرة الأمريكية يو اس اس كول في اليمن. وتستند الصحيفة إلى تصريح الجيش الأمريكي الذي قال فيه إن العقل المدبر لهجوم أكتوبر عام 2000 ضد المدمرة الأمريكية يو اس اس كول في ميناء عدن التي أودت بحياة 17 جندي أمريكي اليمني جمال البدوي ربما قتل في اليمن يوم 1 يناير. وقال كول بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي نفذت القوات الأمريكية غارة دقيقة في 1 يناير في محافظة مأرب اليمنية كان هدفها هو جمال البدوي العميل السابق لتنظيم القاعدة في اليمن المتورط في الهجوم على المدمرة الأمريكية يو اس اس كول. وقال في بيان له ما زال الجيش الأمريكي يراجع نتائج الغارات في عملية شاملة للتأكد من وفاته. وتضيف الصحيفة الفرنسية كان البدوي على قائمة الأشخاص المطلوبين للشرطة الفيدرالية الأمريكية FBI التي قدمت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات تسمح بإلقاء القبض عليه. ونطالع أيضا في صحيفة فرنسية تابعت الشأن اليمني أيضا وعلقت صحيفة لوبغيشين الفرنسية مبعوث الأمم المتحدة في اليمن لتعزيز الهدنة في الحديدة، حيث وصل مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء لإجراء محادثات مع زعماء المتمردين لتعزيز الهدنة في ميناء استراتيجي الحديدة. وتفيد الصحيفة أنه ينبغي على جريفيث إجراء محادثات مع المسؤولين الحوثيين وباتريك كاميرت كبير مراقبي الأمم المتحدة في اليمن الذي يرأس لجنة مشتركة بين الحكومة والمتمردين والتي تحمل على عاتقها مسؤولية تنفيذ الهدنة في الحديدة. وقد أشار دبلوماسيون إلى أن الأمم المتحدة تأمل بجمع جميع الأطراف قبل نهاية شهر يناير ربما في الكويت لمتابعة التقدم المحرز خلال محادثات ستوكهولم في ديسمبر. وأسفرت المشاورات بين الأطراف المتحاربة في السويد عن وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر في الحديدة وقرار سحب المقاتلين من المدينة وميناءها الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية. ووفقا للأمم المتحدة لا يزال وقف الأعمال العدائية في الحديدة قائما، لكن الاتهامات المتبادلة بانتهاك الهدنة ما زالت مستمرة. الصين والتحدي فوق الأرض، تحت هذا العنوان كتبت فاطمة ياسين مقالها في العرب الجديد مضيفة: أعلنت الصين أنها أنزلت بأمان مسبارا فضائيا على سطح القمر المظلم. لا يبدو التوقيت ولا الهدف بريئين، فرائحة التحدي تفوح منهما وتملأ المدار كله. فالوكالات المرتبطة بمؤسسات ذات طبيعة استخباراتية وأمنية تستشعر قلقا مبررا، فتفوق من هذا النوع قد يعطي أفضليات تتيح للصين مجالا أكبر للتحرك. عندما نجح السوفيت قبل عقود في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء الخارجي شعر الغرب كله بالخوف. كان القمر كرة معدنية قطرها نصف متر ووزنها أقل من 100 كيلوغرام، تخرج منها قرون استشعار طويلة دارت حول الأرض 3 أسابيع ثم سقطت محترقة في الفضاء. شكل هذا حينها حدثا فريدا ومجلجلا. وبعد أيام جرى الإعلان عن إطلاق نسخة ثانية من القمر بوزن نصف طن، واستمر في الدوران حول الأرض قرابة 6 أشهر. شاهده المنافس الأمريكي بحسد وخوف وهو يعمل بكد على إنتاج نسخته الميكانيكية الخاصة التي سيغزو بها عالم ما فوق الغلاف الغازي للأرض. توسع السباق لاحقا بين المنافسين، فأرسل السوفيت والأمريكان حيوانات من ضمنها القرود والكلاب والسلاحف وحتى الذباب لتسبح حول الأرض مع الأقمار، ثم استطاعوا أن يرسلوا البشر للدوران في المرحلة الأولى ثم للهبوط على سطح القمر. ونجحت الولايات المتحدة في إرسال 12 رجلاً عادوا جميعهم سالمين، ثم توقف كل شيء فجأة في عام 1975 باتفاقيات على التعاون الفضائي.
أخفى سباق الفضاء خلفه سباقاً آخر في تقنية الصواريخ كان قد بدأ مبكراً في أثناء الحرب العالمية الثانية، واتضح أن الهدف من الاستعراض الفضائي هو الوصول إلى صاروخ مثالي قادر على اجتياز مسافات طويلة بالدقة المطلوبة مع إمكانية توصيل أكبر حمولة، بالإضافة إلى التركيز على الدعاية العالمية للأيديولوجيا التي تقف خلف تلك الصواريخ. تنشر صحيفة ديلي تيليغراف تقريراً يتناول تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب إعلان طهران أنها سترسل سفناً حربية إلى المحيط الأطلسي بالقرب من المياه الإقليمية الأمريكية. ويقول تقرير ديلي تيليغراف إن البحرية الإيرانية قالت إنها ستنشر سفناً في المحيط الأطلسي بدءاً من شهر مارس كإجراء مضاد لوجود حاملات طائرات أمريكية في الخليج. وينقل تصريح الأدميرال في البحرية الإيرانية توراج حساني بأن بلاده سيكون لها حضور مستمر في المياه الدولية، وإشارته إلى أن قافلة السفن الحربية ستضم مدمرة مجهزة بطائرات مروحية وصواريخ أرض ومدافع مضادة للطائرات ومعدات حربية إلكترونية. ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية جاءت بعد يوم واحد من تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بامبيو لإيران من مغبة المضي قدما في خططها الرامية لإطلاق عدة أقمار صناعية. ويقول التقرير أن البحرية الإيرانية قد وسعت في السنوات الأخيرة من نطاق عملياتها لتنشر سفنا في المحيط الهندي وخليج عدن لحماية السفن الإيرانية من القراصنة الصوماليين. ماذا يحدث في العالم هذه الأيام؟ تجيب صحيفة الغارديان عن هذا السؤال، لكن بالصور التي توثق اللحظات في مناطق مختلفة من العالم، وتعكس الصور مدى التناقض بين الأحداث. نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. وبهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.